السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على كل متابعينا الكرام، مساء الخير عليكم، ومساء الخير على كل الأمرات الموجودين معايا النهاردة. برحب بكم في فيديو جديد وفيديو مميز للأدوات والأجهزة المنزلية الجميلة والحديثة اللي كلنا بنحتاجها في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها. ان شاء الله من خلال الفيديو النهاردة هنشوف مجموعة جميلة جدا من الادوات والمنظمات. خليكم معانا لاخر الفيديو، ان شاء الله هنشوف مجموعة تعجبكم جدا من الادوات والمنظمات والحيل والافكار الرائعة. كمان ان شاء الله من خلال الفيديو هقول لكم على الاماكن والطرق اللي نقدر من خلالها نشتري كل الادوات والمنظمات اللي بنشوفها مع بعض وادوات تانية كتير. وان شاء الله من خلال القناة هنقدر نوفر بعض الادوات والمنتجات اللي بنشوفها مع بعض في الفيديوهات لمشاهدين القاهرة والجيزة، هتوصل لحد باب البيت ان شاء الله. هسيب لكم الصور الخاصة بالمنتجات دي على منتدى القناة. زي ما تعودنا مع بعض قبل ما نبدأ شرحنا للأدوات والمنتجات اللي معانا النهاردة، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو انتوا اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. هنشوف دلوقتي القوالب الخاصة بعمل مكعبات التلج من السيليكون، قوالب جميلة جدا وعملية وهتوفر عندك مساحة في الفريزر او في التلاجة. هنشوف كمان الزيادة المميزة جدا والعملية اللي هتاخد معايا كمية كويسة جدا من الزيت، وهقدر استخدم منها الزيت بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بالبقوليات اللي هنقدر نحط فيه كميات مختلفة من البقوليات، وكمان هنقدر ناخد الكمية اللي احنا محتاجينها بكل سهولة. كمان هتحافظني على كل الادوات دي لأطول فترة ممكنة. كمان معانا المنظم الجميل والعملي الخاص بأدوات المطبخ، هنقدر نحطه داخل المطبخ او فوق المطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض، ليه استخدامات كتيرة ومختلفة. هنشوف كمان مع بعض علب التلاجة الجميلة جدا والمميزة واللي كلنا بنحتاجها في المنزل، حجمها كويس جدا زي ما احنا شايفين، وكمان مزودة بمصفاه من تحت علشان تبعد الادوات دي عن المية. هتاخد معايا ادوات كتيرة جدا وهتنظم عندي التلاجة بشكل جميل. كمان معانا الباسكت الجميل والعملي الخاص بالمهملات، هنقدر نحطه عندنا في المطبخ او في اي غرفة من الغرف. هنشوف كمان مع بعض المنظمات المميزة جدا والعملية اللي هنقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا من ادوات المطبخ، كمان نقدر نستخدمها لادوات الخزين او لادوات الغرف زي ما احنا شايفين مع بعض، مميزة جدا وعملية. هنشوف مع بعض الاطباق البلاستيكية مزودة بمصفاه، هنقدر نغسل فيها كل الادوات ونصفي فيها كل الادوات، كمان نقدر نقطع فيها الخضروات، جميلة جدا وليها استخدامات كتيرة ومختلفة. هنشوف مع بعض الصفاية المميزة جدا والعملية اللي هنقدر نصفي فيها ادوات كتيرة جدا من ادوات المطبخ زي ما احنا شايفين كده مع بعض. من الادوات المهمة جدا في المطبخ التربو اللي احنا شايفينه مع بعض او الارفف المعدنية، هنقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا هتوفر عندي مساحة في المطبخ زي ما احنا شايفين كده، مميز وعملي. هنشوف كمان المفرمة المميزة جدا والعملية اللي هنقدر نفرم فيها الثوم والبصل والفلفل وأدوات تانية كتير. هنشوف كمان مع بعض البولات الجميلة جدا من الستانلس ستيل زي ما احنا شايفين كده، مميزة جدا وعملية وليها استخدامات كتيرة جدا ومختلفة.
هنشوف كمان النوع ده من الصفايات اللي حجمها كبير جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، عبارة عن 3 أرفف نقدر نحط فيها أدوات كتيرة جدا من أدوات المطبخ ونصفي فيها كل الأدوات دي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، جميلة جدا وعملية. كمان هنشوف النوع ده من علب التلاجة المميزة جدا والعملية اللي ليها صفاية من الأسفل، هنقدر نحط فيها أدوات كتيرة جدا من الأدوات اللي احنا بنخزنها في التلاجة، وكمان ليها استخدامات كتيرة ومختلفة. هنشوف كمان مع بعض النوع ده من العلب الستانلس ستيل، هنقدر نستخدمها سواء في التلاجة او خارج التلاجة، نقدر نحط فيها البقوليات، نقدر نحط فيها التوابل، كمان نقدر نحط فيها الفاكهة والخضروات زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان الأرفف البلاستيكية المميزة جدا والعملية اللي هنقدر نحطها عندنا على الجدار او على السيراميك، وهتاخد معايا ادوات كتيرة جدا سواء من ادوات الحمام او ادوات المطبخ. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعمل اللي نقدر نحطه عندنا على الحوض او على المجلح، وهنقدر نحط فيه كل ادوات التنظيف، هياخد معايا كل الادوات دي وهيبعدها عن المية زي ما احنا شايفين كده مع بعض. هنشوف كمان مع بعض صفاية الحوض او المجلح، هنقدر نحطها كده في الحوض وهنقدر نصفي عليها بواقي الاكل او بواقي المشروبات الساخنة، صفاية جميلة جدا ومميزة وبتمنع عندي استرداد الحوض زي ما احنا شايفين مع بعض. هنشوف كمان الباسكتات المميزة جدا والعملية اللي هنقدر نحطها عندنا في الحمام او في المطبخ او في الغرف، وهنقدر نحط فيها ادوات كتيرة من ادواتنا الصغيرة. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعمل الخاص بالتوابل، عبارة عن 4 عيون هنقدر نحط فيه 4 انواع من التوابل المختلفة زي ما احنا شايفين مع بعض، جميل جدا وعملي. كمان معانا المنظم الجميل والعملي الموفر للمساحة اللي هياخد معايا ادوات كتيرة جدا من ادوات الحمام، وهقدر احطه عندي فوق التواليت زي ما احنا شايفين مع بعض، وبياخد معايا ادوات كتيرة جدا. هنشوف النوع ده كمان من المنظمات اللي هنقدر نحطه فوق الغسالة الاوتوماتيك او اي غسالة عندي، وهياخد معايا ادوات كتيرة جدا من الادوات اللي احنا بنستخدمها زي ما احنا شفنا مع بعض، جميل جدا وعملي. كمان هنشوف المنظم الجميل والعملي الخاص بمكنة الحلاقة او الاستشوار، هنقدر نحطه على السيراميك او على الجدار بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل والعملي للاطباق البلاستيكية، وكمان مزود بشماعات صغيرة عشان نقدر نحط عليه ادوات تانية كتير. دلوقتي جه ميعادنا علشان نعرف ازاي نقدر نشتري كل الادوات والمنتجات اللي بنشوفها مع بعض في الفيديو وادوات تانية كتير. الطريقة الاولى وهي عن طريق محلات الادوات المنزلية اللي منتشرة في اماكن كتير جدا حوالينا، هنلاقي فيها بعض الادوات والمنتجات اللي بنشوفها مع بعض. اما الطريقة التانية وهي تكون من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وان شاء الله هسيب لكم الرابط في التعليقات، وكمان هسيب لكم الصور الخاصة بالمنتجات على منتدى القناة. اما الطريقة الثالثة وهي عن طريق صفحات الفيسبوك، صفحات بتبيع اونلاين وبتوصل لك الادوات لحد باب البيت، وكمان هتلاقي فيها ادوات كتيرة جدا من اللي بنشوفها مع بعض وادوات تانية كتير. اما الطريقة الثالثة والاخيرة والمعتمدة دايما في الشراء وهي عن طريق المواقع الالكترونية، من المواقع الالكترونية دي علي اكسبريس وعلي بابا وجوميا دوت كوم. كل المواقع اللي احنا ذكرناها دلوقتي ليها تطبيقات خاصة بيها، نقدر ننزل التطبيق ونحجز المنتج اللي احنا محتاجينه وهيوصل لنا لحد باب البيت. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا النهاردة، بتمنى جدا يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا اول مرة بتشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.
ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وانتم بخير وصحة وسعادة يا رب دايما. السلام عليكم ورحمة الله.